ترى المغرب هذا اسم محمد كاين شي 200 شي 300 ولكن فينا هما ماشي حقرهم زعما وراه حقره هادي يا سعيد كاين حريمات خصو يكون كيكون علاش ما خلاهمش للسكيتيوي وبريباري بهم هو ويمشي هو الباري دينا واحد فاشل يلاه فشل في كوب دافري الغلط اللي دار هو مشى لمانشستر يونايتد ديما حنا شاطيو الاسباقيه اللعابه اللي على برا وهادو ديال اوروبا تيلعبوا شامبيونز ليغ حيت هو عايش معاهم تما مع لا كومينوتي فرونسيز حاريت اللي تظلم شويه ونجيب حاريت ونعطيه 14 امين كيلعب ال10 ماشي كيلبس ال10 ترى تخربيق هو صاحبي ما كاين خربق والله ما تدوخوا عليا بهاد الهضره انا ما تقوليش شي حاجه ما قايلهاش وتردني خايب انا معك لا وترى هو التصديق نشكروا على الكوب دافريكا لا لا نشكروا على الماتشات اللي لعب ماليكي ناسيونال وسير انت خو الاولمبيات علاش غيمشي سكيتيو اخوان هادشي صايم اخوان نبيل خلي باش غنلعب في باري نتلاقى معاهم في المطار ماشي جيب لينا رايحين يديروا في واحد البلاصه اللي ما مرتاحش فيها دياز وناهي راه يدخلوا بها حتى الكاري الا بغا رحيم يخلينا هو الاخر باش نهضروا عليه غليظ غليظ غادي يضرب الشبك ما بغيتش انا الرحيمي ونشوفوا لاعب 10 دقائق باش نحكموا عليه يسمح لي لاكوش لهاد الهضره واش الكذب وعلاش مشينا اختارينا الجروب ديال الجزائر الله اعلم اذا كاين شي سابوتاج لولاد البلاد ولا مصلحه هاد الركراكي اهم من كل شيء سعيد فتاح يا سلام نبيل بالشقرو يا سلام حمزة برزو يا سلام بودكاست في 90 انتهى الكلام مرحبا بكم مشاهدينا ومشاهدي قناة كرة في 90 رمضان مبارك سعيد بوسكين حلقة جديدة حلقة 64 بودكاست في 90 مع سعيد فتاح حمزة برزو نبيل بالشقرو معكم دابا رمضان مبارك خويا البيسه قليل يلبسها في رمضان مسكير قليل يلبسها في رمضان الصباح هذا نبيل رمضان ديال 97 هذاك هذه فيها خويا رمضان ديال كاين شي حيتان انا عارف حمزه عز عليه لا والو المنزله ديال ماشي بحر ديال الصيد خويا طالع البرد انت والو مشيت للمرصا مشيت للمرصا لعيبات كوكت تما سعيد كوكت ضربتي هاد الدويره وجي جيب لا الدويره وخذيت شويه الصول لعيبات كوكت تما هزو على الميكا فيما تدوز كوكت نبيل حقتي بلاتي حمزه دوزنا اكروباتي انا برافو لا والو بلاتي حق الطون تاكل الطون هاد اللعيبه اللي قلتي ديال التكوكيط حمزه صاحبي خليتي كاع الحوت تتاكل حتى الدارت هما كيجيبوا لي سردين غرقان قالوا بينا جي عندي الحساسيه جيب لي شي بالينا فهمتي جيب لي حمزه اللعيبه ديال التكوكيطه دوزناها كاملين التكوكيطه انا مشيت للمرصا لعيبات الدرب جيبي او طعم شويه لعيبات عادي نورمال دوزتي اش حمزه انت هادي انا عايش هاد الاجواء باقي عايش باقي عايش والله الا دوزنا باقي حمزه دابا كي كيعاك تلقاه وسط البحر الصومبرير ديالو فهمتي كتلقاه داخل دابا المنزله البرد وحمزه قرب لي شويه كيفاش كتصيد الادوات ديالك ماتيريال طعمه حتى انا قال لي الصالحي قال لي كتمشي توكل الحوت كتمشي كيفحوت في الجوع كتمشي توكلو كتجيب كتصيد والو خويا ياسين انت عنده مجران مسيدي معروف وما ياش عنده انا مصيكوك ياسين ولكن حقو تا هو نقولوا ليه قال لك كتوكل الحوت واش بصح ما لا واحد نايت قال لي اش كتصيد بالكروفيت وكالامار وهاديك قلت له جنصيد الروز سير الله يعاونك قلت له قول لك كيفاش كتصيد شنو من الادوات الطريقه ديالك اخويا كاين صيد بلدي تقليدي صيد بلدي شنو كتضرب الجراره يعني الجراره لاطوش وكاين لونسي وكاين الدراري اللي كيديروا الغطس لتحت كاين اللي كيدير البالانكريكي كيرصيه كاين بزاف كيرصيه كدير كامل لا لا صيد العادي تقليدي الصبا لا لا توش بيلوطا هو اللونسي راه كلشي كيعرف شنو كتخرج مثلا اللونسي راه ديال لي ديبيتون ديال لي زاماتور حتى هو خد لي زاماتور والله ما سرديله ما يخرجش باربار انا جبت المساعي هذوك لي زارك ما يخرجوش لا خويا تمشي لا حروش جبت ساعي حروش الروطال كاع ولاد مدينه ولاد بورغون عندهم الثقافه هذه البصبع حتى هو كتمشي مع الخوادري وكتمشي معاه بالليل حمزه الشقاق الصنور العيبات ما كتخرجش هذيك ديال البحر هذيك حريه البحر اولي تمام كاين شي شي حسنا اول واحد علاش كيمشي سعيد سعيد راه شي 10 سنين وكيمشي كيتزن هذيك نصها بنادم نصها حوت عرفتي كيشوفها في الرسوم تقلي لها النص ديالها تقليه وتغلاها فهمتي تغلي النص رمضان هذا شكون تكون كاين شي بحريه راك عرفتي بحريه فيهم هذوك القصص والاساطير ديالهم وكاين اللي يقول لك راه كاينه عندك شي قصص عندك شي قصص حتى المورا رمضان عاود لينا الدراري قصص مورا رمضان ديال البحريه باش نتسكنوا ونساليو هاد البودكاست ماشي والو واحد راه عرفتي
الصياد راه عالم. الصياد هو عالم. الصياد الصياد تنعاونك. واخا غادي نرجعوا لشي كامل رمضان المبارك سعيد العشرة اليوم حلقة لايت فهمتي لايت غادي ندوفوها بيان سور على لا ليست اللي خرجت ديال الركراكي بسم الله الطريف ديال مارس نعطيو السميات ديال لا ليست دونك القوال المحمدي بونو بن عبيد لا ديفونس عندك حكيمي عندك الشيبي عندك خط الخط ونسالي نعطي لا ليست ونجي عندك بغيت نرولو انا وكفو ولا نديرو ولا حمزه نديرو الجارديان ميديو هو بعدا يعطيهم نعطي لا ليست صافي سير ومن بعد نمشيو خط بخط ما بغيتوش انا راه ما مقطوع ما والو ولكن ولكن راه كن كيفاش انا مقطوعين جاملك واخا القوال دغيا مشيو محمدي بونو بن عبيد لا ديفونس حكيمي الشيبي عبقار الداري اكرد شادي رياض عطيه الله والخديم ميليو تيراكي سفيان ابرابط العزوز ابراهيم دياز بين الخدوس ريتشاردسون اولا كيما كيقول ليه ساعيش كتقول ليه جوردن مايكل جوردن وعز الدين اولاحيف لاطاك حكيم زياش اخو باش ايوب الكعبي يوسف النصيري سفيان رحيمي امين عدلي والياس بن صغير خليتي حتى واحد ما قلتش اوكي باش نقولوا الملتحق الجدد يعني عندك يعني اللي ما كانوش فاليس اللي قبل دياز بن صغير الخديم واخو ماش وداري ورحيمي واللي غابوا واللي كان داري كان قلت لك اللي غابوا على ليست اللي قبل داكو اللي غابوا على لا ليست كاين سايس كاين حريج املاح حسن الزوري تيسوداني وعبد الحميد هادو اختيارات مدرب والاصابه غاب بوفال مزراوي و صبر مشو لي بلي على بوفالكم ما كاش موعد كان عيط عليه قدر سوقك لا يقدر انا قلت لكم ما كانش واش غادي نقول لك سوقك ما سوقكش لا هو تساؤل كاع ما سوقك ما سوقيش انا حاسب سوقيش كما سوقكم كاع واخا عندكم ملاحظات ولا نمشيو خط بخط خط بخط خط بخط واخا القوال صايبين ندوزو القوال شي كنا صايبين طلعوا عليهم شي زنيتي بلاصه محمدي زنيتي بلاصه محمدي ما بالعبيد بين بلاصته على انه بالعبيد قول كبير ممكن ما عرفتش علاش وعلاش المحمدي وعلاش ماشي زنيتي وعلاش ماشي زنيتي زنيتي اون فورم اون سوبر فورم وقيته ديال انه خصو يكون عنصر ديال الخبره ويستاهل يستاهل مكان في ليكيب ناسيونال انس على على على, على, على واش ريكومبونس لا على العطاء ولا عطاء واش ريكومبونس لزنيتي اللي هما معايا باش تكون في اون ايكيب ناسيونال ولي ماتش تي ماتش ما ماركيش عليك بزاف ما خسرت حتى ماتش انس ما خسرت حتى ماتش كنظن احسن ديفونس دابا ما خسرت حتى ماتش انس ولا مع بركان كنظن جو بونس انا دويتي دويتي على انا كيعجبني المحمدي اخويا نبي راك حتى كتحف محمدي وفين ما احتاجينا فين ما كنا كنوقفوا على الدري هذا مسكين تلقاه واجد كانت تكون تقول انايا بالنسبه لا فورم اكطويل كان خصو يكون انس بلاصه محمدي بونو راه انديسكوتابل فهمتيني بونو راه كيلعب في احسن فرقه في اسيا فرقه اللي رابحه 28 ماتش دو سويت وباطاو الركور مونديال انت مع زنيتي معاه على حسب هادشي اللي تيقوم به دابا زنيتي كيكون يكون في ليكيب ناسيونال معاه كما قال حمزه الغارديان ما تمارك عليه ثابت ما خسر حتى ماتش بن عبيد كذلك مع فرقه هما الاولين في الشامبيونا محمدي تنعرفو ممتاز تيدخل في ليكيب ناسيونال دخل في ليكيب في لا كوب دي مون دار ماتشات مزيانين صراحه كاين القوه ديالو هو كما قال حمزه انس يقدر يكون مع لي كاتر وانا تروا المهم زعما كل زادو قول لي كاتر غارديان يكون معهم انا زنيت واخا مشو لا ديفونس كاين حكيمي شيبي انتوما فيما لقيتو شي لعيبه ماشي هذيك وقفوني حكيمي شيبي عبقار تيلعب في الافيس كيدير مستويات كبيره شيبي عاوتاني من ابرز النجوم ابرز الاظهره اللي كاينين في افريقيا كاع شيبي هذا العام لعب 17 ماتش ماركي بيت حط خمسه ديال لي باس ديسيزيف دونك ارقام بيرفورمانس كبيره ارقام مزيانه بزاف حكيمي في افريقيا دار ماتشات مزيانه حكيمي كنعرفوا لو نيفو ديالو كيلعب في لا كلاس مونديال ولكن راه الماتش الاخر دار واحد الفضيحه قداش
نتمنى ان شاء الله ما تاثرش عليك. يبقى حكيمي فهمتيني، حكيمي ما ندوش عليه. اشرف داري، داري فرحنا بزاف من بعد ما رجع مشى حيد من بريست، ما بقاش كيلعب لمده سنه. دابا في شهر لو غوا راه شم مده شهر وكيلعب، وتوج باحسن لاعب الشهر شهر. وليني واش ربعه الماتشات او شهر ديال المنافسه كفيله باش تضمن ليه بلاصه في ليكيب ناسيونال؟ هذا هو السؤال. ولا شنو هما المعايير باش كنختاروا الناري ديال ليكيب ناسيونال باش دراري؟ واش لو بلو بيرفورمون ولا ولا حيتاش هو داخل الخطط ديال المدرب وكيعرف طريقه المدرب؟ ولكن هو هو ديجا كيف ليكيب ناسيونال كمزيف ليكيب ناسيونال يعني اون فوا دير ماتش في رجليه رجع. انا ماشي ضد اشرف، انا ماشي ضد اشرف، انا اشرف تنامن بلي كاليتي ديالو ملي كان في الوداد من احسن واحد من احسن المهاجمين الشباب اللي عندهم مستقبل، مدافعين الشباب اللي عندهم مستقبل كبير. ولكن نرى ما نساوش بانه راه غايب على التنافسيه لمده سنه، والشهر ديال الممارسه كافي باش بانه يكون في مع المجموعه ديال. ولكن انت فمك تقول لنا لا فورم اكشوال، لا فورم اكشوال هي ربعه الماتشات مزيانين دا لعب الشهر خصو يجي. انا معاك راه قلتها لك، ولكن خذ اون كونسيديراسيون كهذا السيد عنده عام ما لعبش فيه، واش ما كناش خصنا نصبروا عليه حتى نشوفوا لا بيرفورمانس ديالو؟ واحد يلعب واحد الشهر شهرين ثلاث شهور دا خويا حمزه لعب الشهر واش الموتي فيه؟ وانا معكم انا دابا جات في داري. لا ماشي جات في داري انا دابا، الله يرحم لك الوالدين، ما تقوليش شي حاجه ما قايلهاش وتردني خايبه انا معك. لا 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 بالعكس، هو صافي قلت لك راه الدري انا فرحت فاش مشى من بريست ومشى لشغل لوغوا. احسن حاجه هو ملي وليت كنشوفو كيلعب راه شهر هو تيلعب وتيدير مستويات كبيره وماركه كاع ماركه كاع. وليني هو الشهر ديال الممارسه كفيله باش تضمن الواحد بلاصه في ليكيب ناسيونال اصاحبي؟ ماشي كفيل كيف ما كان. واش داري وماشي داري؟ انا كندوي اون جينيرال حتى دابا انا كنشوف شي سميات معاه. انت قلتي عبقر لاعب، عبقر انا زيد انا معاك عبقر عبقر من 28 ماتش في لا ليغا لعب 19، شادي رياض من 28 ماتش في لا ليغا لعب 17، يوسف خديم سمحوا لي ما ندويش عليه 19 ماتش في لا ليغا ما كافياش. انا كنقول لك شنو هي ديفونس؟ لا غدوي معايا، دوي معايا على سميتو على الخديم. الخدمة ندوي عليه ما دوي معايا على حنا كيفاش انا ايكيب ناسيونال وكنجيب لعاب جونيور حيت كيلعب في مدريد وترى هو التصطيح. دابا خصنا نسولو راسنا دابا قبل ما تجاوبني يا حمزه، هذه التصطيح. الجواب اللي بغيتكم تقولوا لي هو ولينا كنجيبوا لعاب جونيور، علاش ما نخليوش انا علاش ما نخليوش سميتو ما نخليوش الوهبي ولا السكيتيوي وجيب حمزه المساوي هنا كيدير مستويات كبيره مع بركان وكيلعب كوب دافريك ولا دار ماتش كبير كونتر الملعب المالي؟ حمزه المساوي من احسن لي زارير غوش اللي كاينين في البطوله. واخا جاوبونا على واحد السؤال، ليكيب ناسيونال شنو هي ليكيب ناسيونال؟ بغيت نعرف لا فورم دي مومون. لا ماشي هادشي اللي كاين. اي وانا معاك، حيت ملي كنشوف مثلا شادي رياض وكنشوف الخديم وكنشوف شادي رياض كيلعب ديرنيرمون كيلعب في بيتيس، لا ولكن كيدير مستويات كبيره. دابا الخديم راه الخديم راه عيطنا عليه لعاب جونيور، ترى تصطيه هادي ترى ايكيب ناسيونال هادي لو بلو ميريتون لي بيرفورمون، عيطنا على واحد من جونيور ديال محيط كيلعب في مدريد وخفنا على دير لينا اسبانيا، ياك هادشي اللي كاين. جبالك فتح انا ما كذبش عليك، ترى عيطنا على واحد من جونيور، عيطنا على واحد من جونيور اخويا كيفاش يلعب في المنتخب، المنتخب المغربي الوطني المغربي. واش حنا في ليكيب ا واش كنكونوا لاعبين؟ واش كنوجدوا لاعبين ولا خصنا نلعبوا ولا خصنا ندخلوا نيشان؟ ليكيب ا راه هي ليكيب كيب راه كلشي تيتسنى فيها سيرتو هاد الاخفاق الاخر اللي درنا في كوب دافريك. راه حنا محتم علينا دابا عندنا كوب دافريك، هنا خاصنا نكونوا مزيانين، خاصنا نجيبوا لعاب اللي عندهم ليكسبيريونس. ما عشان عطيه الله ما لعبش اخويا كيكي من لا كوب دافريك. عطيه الله انا اقول لك لعب بلاتي حمزه دابا انا يلا لعب دابا حمزه دقائق ولا خمسه دقائق اللي دخل مع فرنسا من ماتش جنوب افريقيا لعب ماتش من جنوب افريقيا والمغرب في 30 لعب ماتش. حمزه الا جيتي تشوف راه كاينين بزاف ديال الحوايج هضر عليهم، كيما قلتي راه كاين داري شحال هادي ملعب وراه لعب دار ماتشات مزيانين، راه دابا ولي اللاعب ديال الشهر. عطيه الله ما لعبش، ولكن تبقى هادشي كامل اختيارات ديال المدرب. واش نقولوا ليه من دابا نكون اتاكي وعلاش ما تجيش؟ ولا واش اختيارات مزيانين واش اختيارات مزيانين ولا لا؟ راه السيد راه خاسر من الدور، راه مقصي في الدور الثاني وباقي تيدير في العاطفه. هذا واش منتخب ديال
مواجهه الاستحقاقات المقبله، ولا المنتخب اكتشاف المواهب؟ انا بان لي المنتخب، انا بان لي على حسب المنتخب كاع الطالنت بلاتي بان لي بان لي باقي صغير وكيلعب فرقه كبيره وغادي لنا شي بلاد. ما فهمتش واش حنا منافسين، واش منافسين على شي مسابقه ديال شكون اللي غيدي الدراري؟ نبيل انا بادي على حساب الهضره، انا نمشي نلعب. حنا ولينا كنطلبوا بنادم يجي يلعب معنا، ميم في المغرب راه اي واحد يجي. حنا ولينا رخاص حتى للدرجه هذه باش نطلبوا بنادم يجي يلعب معنا اخويا نبيل، حيت ما عرفتش. ولا ولينا نجيبوا لعاب جنيور باش ما يديش لينا البلاد فلان فلانيه ويمشي اخويا كاع يلعب معاهم كاع ما يجيش يلعب معنا. عرفت اخويا شي حوايج والله ما تنفهمهم بالله. شي هذا الشيء راه لا ليست راه متوازنه، باش نقول لك راه كاين واحد التوازن، ولكن راه كاين واحد نقاط علامات استفهام كبيره على بعض العناصر، منهم هذا الخديم، منهم عطيه الله اللي مشى لواحد الدوري موقوف من طرف الاتحاد الدولي وما كيلعبش الدوري الروسي وما تيلعبش، ويلاه بينوه لاباريسيون ديالو يلاه بانت في واحد 5 مينوت الاخرى يلاه شتها ماتش ضد لوكوموتيف، لعب ماتش ضد لوكوموتيف شنو هما المعايير لا بصح علاش تخلي دابا انت فتي علاش تخلي مساوي اللي يدير ماتشات في رجليه اللي لعب لافريك اللي نقولك اللي مابقاش الصبع حتى الاولو، وتجيب عطيه الله اللي كاين بنت تيك اها اللي مشى لسانتيتيان اها علاش لا وخسر لي لاعبين راه باش عرفتي بنت تيك واش يلعب ولا راه دوله مشكل كاين الدراري راه كاين ماسينا راه كيلعب مع تورينو برافو عليك كاين ادم ماسينا تيلعب ماسينا راه كيلعب مع تورينو كيلعب واخا ما تيلعبش ارير غوش كيلعب فلو 3 5 يمكن ولا كيلعب ثالث كيلعب ثالث ديفونسور ستوبر غوش كيلعب كاين لعاب علاش كنمشي وعنده تنافسيه ولكن راه ما تيلعبش اكريد راه ما تيلعبش وتتعرض لانتقادات كبيره وما نعيطوش ليه حمزه وتعطاتو لا لا انا ضدك في اكريد اكريد واخا هكا في ليكيب ناسيونال مزيان يدبر راسو بعفرقش انا بس لا ولو كان دوي على فورم تندوي على فورم ديال اللعابه في فرقهم كيجي كيعطيني علاش انا كندعي على وسط هام انا لا تندوي على التنافسيه باش نخليونا نبقاو تندوي على التنافسيه لو طون دو جو دابا راه اكريد راه هو خاينو ديما رومبلاسون ديرنييرمون ودخلو ديرنييرمون ما كانش مزيان والانتقادات اللي تتعرض لها كبيره ولكن كيجي لي انا كيجي عندي ليكيب ناسيونال كيعطيني باش ما نكونوش ضد كلشي عاوتاني ما نقدرش انا نقول لك لا راه اكرد ما كيلعبش ولا ساخطر عليه تما ما يجيش كيجي عندي كيعطيني يا حمزه وي ما نكذبش عليك ما نقدرش نكر هادشي انا راه معاك انا يمكن من الاولين حنايا يمكن انا وكحمزه كنا كن المشكل فين كاين هو اللي كيلعب حدا اللي كيلعب حدا اكرد دابا هو سايس ما كاينش افتح تلعب بشادي رياض كاين ومن هذا المنبر نشكرو سيس بعد شحال دابا شي 8 سنين ولا شحال هو كان معنا في ليكيب ناسيونال مالو جبعالو ترى ما كيجاب هاد لاليست لا ولكن راه قال لك صافي سمعت انا اعتزل وقيلا اش من اعتزل والله الا شي اللي سمعت نشكرو على الكوب دافريكا لا 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 نشكرو على الماتشات اللي لعب مع ليكيب ناسيونال راه ما كانش خايب سيس فين يلاه جا ليكيب ناسيونال حمزه ولا كان خايب سيس لعب ماتشات مزيانين تاج دي تي بي هاد سيس ورادت كنا تنتمناو يدي ماشي حاجه مع ليكيب ناسيونال خليني عليك اصاحبي خليني عليك المهم كاين كوب دي موندات روسيا المهم ما ديناش كوبات ولكن المهم شوف انا هاد لا ديفونس لي بانت لي انا خويا هاد لا ديفونس لي بانت لي خلاك في دقيقه 50 خلاك تمايا مقاتل ولا ما عرفتي هاد لا ديفونس لي بانت لي انا احتراماتي لهذوك اللعاب ديال الابقى سميتو هذا الابقى وهاد الخديم واد شادي لا شادي رياض لاعب هذاك شو عندي واحد السؤال علاش هو ديما كتسليكسيون مع الركراكي ديرنيرمو علاش ما كنشوفوهش وكتعيط ليه واش كتعيط ليه من اجل التعياط ولا كتعيط ليه حيت بصح انت مقتنع به تقنيا حيت ما كتشوفوش مع الركراكي وكانت اون شانس فين تشوفو انت مقتنع به لانك كتعيط ليه كل مره اش كتدخلوش لا وعلاش ما نشوفوش يونس عبد الحميد حتى هو اللي عبد الحميد ولا دخل لعب ماتش واخا يونس عبد الحميد المشكل اللي كاين عنده هو ديال الله جياك واشرح ليا هادي يونس عبد الحميد اللي سيليكسيون مره واحده شفناه لعب كان مزيان وشادي رياض اللي ديما كيكون في لاليست ما كيلعبوش شنو واش كتجيبو بزز منك وني شادي رياض راني تنتفرج فيه راني تفرج فيه كونتر الشرعي مع الشرعي كدوي على ركراكي انا تفرج فيه مع الشرعي انا كنتفرج فيه ديرنيرمون مع الضن انا لا كنت فرشتي فيه مع الدنمارك ما يعجبكش فرقشو كيعجبني كنت فرشتي فيه مع الدنمارك ما يعجبكش مازال الياس اخو ماش كانوا تعطاو يمكن بان لي انايا فاش لقيت اللي جا لعب معانا مع لي 23
كانوا تعطاو وعود بانه غادي يكون مع ليكيب ناسيونال ا فهمتيني لانه بدل الجنسيه الرياضيه ديالو. انا اخر مره تفرجت فيه كونتر لي اوفان تروف معموره فاش كنا فاش كنا بالستاج راه كنلعب مع اسبانيا تفرجت فيه تمايا وهو بو ما ربح ربح الحمد لله بواحد اللعاب اللي عنده لاس خير عنده بوكو دو بوتونسييل كنتمنى نشوف ما نحكموا عليه حتى لي جوز اولمبيك شوفوا ما تنحكموا عليه حتى لي جوز اولمبيك وهاد لي جوز اولمبيك راه دي ستوري بوحده نرجعوا ليها راه كيفاش انايا مدخل لي 27 واحد تمايا وغتاخذ منهم ها 8 وها 8 لا ليست شحال فيها 15 لعاب وثلاثه ديال القوال لا ماشي 15 لعاب وثلاثه ديال اللعابه اللي غادي يجيو 18 شكون هما الثلاثه هادو اللي تيقولوا لا غوميغ اللي كاينه كيقول لك حكيمي وبونو وابراهيم دياز كان اوناحي قبل ودياز قبل ما هذا كان لا غوميغ داير على ان اوناحي دابا ها هما دابا ما كاينش دياز دابا يا راه دياز ما جابوش حاريت على قبل ديك العشرة على قبل النمره حارس وتقول لي اوناحي وحارس باترون الباترون ديال مارسي ديال لوين ما كاينش وكاين واحد ما تيلعبش فهمني هادي انا نقول لك نقولوا هذا راه اوندر بارونتيز حيت كنت كندوي على الاولمبيين فهمتيني دابا شوف حنا غنمشوف هادشي بالتفصيل شويه عندك ثلاثه وقلت لك عندك سبعه عندك شادي رياض ها هو الخديم عندك خنوس عندك الياس بن صغير عندك العزوزي عندك اخو ماش هادو واش ما كانش بالاحرى نخلوهم لسكيتي ويمشي بريباري بهم ولا انت جايب سبعه من هنا وثلاثه من عندك وسير انت خل الاولمبيات علاش غيمشي سكيتيوي انت عندك 10 انت اللي بريباري بهم انت اللي بريباري بهم اخوانا هادشي صايم اخوانا بير خليك انت انا صايم والله ما نكذب عليك فهمتيني دابا نمشيو نعكس السؤال انا فهمتش كيف مشيتي يا حمز نعكس السؤال واش هادشي كبير على ان السبب الحقيقي وراء اقاله الشرعي هو ان الشرعي كان باغي يجيب اللعابه ديالو يبريباريو معاه حيت كنظن انا كمدرب واخا انا ماشي مدرب على الاقل نبدا نبريباري من شهر ثلاثه باش يكون واجد في الصيف وانا اخو عصام خو الشرعي سي الشرعي الرويج اللي انا تندير لك من هنا بحال هكا حيت خصني اللعابه ديالي انا باش غنلعب في باري ما بغاش يدير تنازلات نتلاقى معاهم في المطار ما بغاش يدير تنازلات لا ندير معاهم في المطار هادشي اللي كاين نتلاقاو كاملين في هذاك الخيمه في المطار بالاخر حنا نهزو عصيات ونبقاو على هذاك الشرعي للظهر انا من واحد منهم انا واحد منهم وليني عقلتي باش كنت كنقول لك هذا الشرعي هذا مسكين كندير ليه كاع اللعابه فين ما يبغي يدخل شي تربص كنعيط ليه على جوج ثلاثه اربعه وما تنلعب فيهم حتى واحد وما تنخليهش هو يستافد منهم انا خو تنحيي عصام الشرعي بطل افريقيا وكنت عطاتو اون شونس باش يبريباري بلي جوار ديالو كاملين الاولمبيين كان غنشوفو مستويات احسن من هذاك الشيء اللي كان كيبين حيت باش يخليه يمشي مشو مع الدراري باش يفهمونا العشرين راه عندك مشهدي رياض العزوزي ريتشاردسون خنوس الياس بن صغير الياس اخو ماش زيد العزوزي هادو ريتشاردسون هادو كاملين كيخصهم يكونوا مع سكيتيوي نورمالمون انت لعب في الصيف افتاح واش انت عندك كومبيتيسيون ماشي سهله ماشي بريوريتير المنتخب الاولمبي دابا حنا شنو هي المنافسه اللي داخله على دابا البلاد وفين هو داك التناسق وداك الشيء اللي كان التناسق وتعطي اللعاب برافو عليك ولا التناسق عند الركراكي ولا مصلحه ديال الركراكي اهم من كل شيء اهم من المغرب كاع من المصلحه ديال الكره المغربيه مصلحه ديال الركراكي في دو ماتش اميكو اللي ما عندهم حتى شي لزمه موريتانيا وانغولا علاش مشينا اختارينا الجروب ديال الجزائر شنو زعما بلاتي حمد بغيت نسولك واخا دابا بلاتي بغيت نسولك دابا عطيتي الطريقه هادشي كامل ديال اللعابه لما تعيط عطى الله اللعابه شكون هما هاد اللعابه وريني موجود دابا باش يلعب باش كون بمناس بلاصيهم شكون هما هاد اللعابه اللي موجودين اللعابه واش ترى المغرب هذا اسمه محمد واش تكدوي لي على بلاد اللي ما عندها والو حيت قال لك زعما مثلا كاين دي بليسور السيباري مثلا وعاش عندك السيباري عندك نوصل حنا كمغاربه حنا كمغاربه انتقدنا ولد ركراكي في هاد كوب دافريك على بزاف ديال اللعابه ماشي موجودين ما كانوش يكونوا ودابا راه ما شفناهمش يعني راه عوضهم بهاد اللعابه اللي كاينين دابا ولا شدنا هاد اللعابه عطيناهم سكيتيوي وهذوك اللي انتقدنا بهم ركراكي اللي يكونوا شنو خدمتك انت اللي حاطينك تما باش تقلب لي على اللعابه وشكون غادي تجيب انت بخدمتك ناخب وطني تقلب لي على اللعابه ما تقدرش تقول لي هاد الهضره هادي سهله نقلب عليها انايا غير نقولها
ديالك بحال هكا الا خدا هاد اللعابه هادو باش غيلعب. انت نقدر نقولها لك ساهله انت باش ناخب وطني انت عندك اون ليست الارجي كدير بها 50 واحد راه محيد اخويا كدير اون ليست الارجي بها 50 واحد ما كتكونش كاينه احنا عندنا في المغرب 50 لعاب مزيان كاين شي 200 شي 300 ولكن فينا هما حنا مشو لا زبلات باش يفهمني حمزه باش يفهمني حمزه خص خص اربعه اللعابه ولا خمسه اللي معيطش عليهم راه كانوا في لاكوب ديمون وكانوا مزيانين في لاكوب ديمون وفي كوب دافريك ما كانوش مزيانين وما عيطش عليهم. هذا السؤال يعني شنو استاجب زعما واش لي علاش عيط على علاش لحيت ولا بلاتي وقفت على 9 لعابه اخويا حمزه محيدهم اللي من لا ليست اللي كانت عنده جاب 9 لعابه اخرين حنا نقولوا الصغار كاملين محيد دياز والرحيمي اللي يستاهلوا راه ما خصهمش يكونوا فهمتي ما خصهمش يكونوا هاد اللعابه الصغار هادو خصهم ونجيو المحليين اخويا حمزه والله يديك خصهم يمشيو بري المحليين كاين حارث خاصو يكون دابا هاد المحليين هادو راه ماشي حقرهم زعما وراه حقره هادي يا سعيد ما تقول لي دي المحليين ما كاينش محلي ما كاينش منتخب محلي كاين اللعاب اللي كيلعبوا ولا بغيو يلعبوا كاين حريمات خصو يكون يكون كاين بزاف ماشي حريمات كاين حريمات خصو يكون احسن لعاب في البطوله خصو يكون حريمات علاش ما يكونش حريمات يكون الكرتي حنا جايين لالين ديال المليون غنجيو ليها دابا باش ولا ما تقولوش لي علاش علاش حنا ما عندناش لعابه انا عطيتك كوجه النظر ديالي انا دابا شوف هادي فيزيون قال لك وهادي فيزيون ما تنحملهاش ملغومه فهمتيني ديال ولا حيدنا هاد السبعه على من نعيطوا دابا راه السؤال دابا راه شي هادشي اسمعني اسمعني افتح دابا هادشي اللي قلتيه قلت لك سعيد الله يتا عندك الحق لا لو لوجيك ولكن شنو السؤال اللي كيجي كيفرقوا لينا مورا هاد الاسباب هادي ديالك لا مزيان اللي طرحتيها حيت انت ملي كطرحها راه مزيان باش اوليو باش يجاوب على شي واحد بالطريقه في بلاصه اخرى نجاوبوا عليه هنا دابا السؤال اخويا فتاح اللي غيفري لنا هذا النقاش هو شنو هي الاولويه اللي عندنا وبلاتي علاش ما تقولش اخويا نبيل هاد لا ليست هذه بلاتي علاش ما تعرف عاوتاني في هاد لا ليست اللي دار دابا في هاد الدوماتش عندنا اميكال ياك هاد الدوماتش اميكال اش ما يتلعبوش الدوماتش امول المراد الدوماتش يبدل لك هاد لا ليست عاوتاني كامله وما تعرف دابا هاد لاليس اللي دار دابا حكمتي عليه لا تمشي تلعب كوب دافريك دابا وتلعب ما تعرف ولكن خصك توجد من دابا انا معاك ولكن ما تعرفش عاوتاني هاد اللعابه كاملين جابهم وتقول البريبار ديالهم خاص يكون مع السكيتيوي يقدر لي ماتش يشوفوا مع عاوتاني انا ما عرفتش اش نقول لك انا كيجيني زعما صراحه علاش ما خلاهمش للسكيتيوي هذا تيبقى سكيتيوي تابعاه منافسه كبيره انا معاك اخويا حمزه ماجور تابعاه بكومبيتيسيون ماجور اللي هي لي جوز اولمبيك كما قلتي خاصو يكون وملي كندوي مثلا هو راه خلى عنده الزلزولي كنظن المهم خلى عنده الزلزولي حيت ما عيطش عليه الركراكي دابا كون عيط ليه الركراكي كون وراه سي اونكور بيغ دابا مثلا كندوي على خنوز الزلزولي راه الزلزولي وكاين بوشواري واخ وكاين ابراهيم صلاح ابراهيم صلاح دابا ملي كندوي مثلا هادو راه كاملين كان كيعيط عليهم الركراكي واخا راه حشم يعيط عليهم يمكن لا ربع حشم شكون حشم ما عادش على خنوس ما عادش على الزوزي ما عادش على وكون عيط عليهم كنا ندمجوا هو علاش غنديروا علاش غنديروا ديك الساعه سكيتي واخا حتى نهضروا نشوفوا دابا كنا حيد المرابط وحكيمي ودابا هذاك الاولمبي كامل وبريباري بهم هو ويمشي هو لباري راه انت جيتو هضرتي اقسم بالله ما كنطنص عليه راه ما كنطنصش عليه انا ملي كنقول لك هذا والله اخويا ما كنطنص والله ما طنص حيت يكون في صالح المنتخب انت كتبريباريهم وديهم المستقبل لا المستقبل كاين الحمد لله اللهم هكا الشرعي دابا واخا حنا تنقولوا سكيتي ولا دابا دابا الفرع الشرعي فات شحال الشرعي طريق راه هو مشى دابا كدوي على هاد لا سيتوياسيون اللي كاينه ندينا واحد فاشل يلاه فشل في كوب دافريك ورا فشل ورا نجح في كوب دي موند او سير الله يعاونك اخر كومبيتيسيون ماجور لعب شنو هي من قيمه الاولمبياد اخر كومبيتيسيون ماجور لعب مشى الدومي فينال ديال كوب دي موند قبل منا مشى الدومي فينال غنبقاو عايشين على هاد الكوب دي مون ما عايش 300 عام عاوتاني عرفتي غنبقاو عايشين واخا مشيو للميليو تيرا ميليو تيرا سير اخويا الميليو تيرا ميليو تيرا كاين كله يستاهل كله يستحق الصراحه الميليو تيرا الا جيتي تشوف راه كله يستحق ودابا حتى حمزه فهمني كله يستحق واش ندوي على شي واحد من هنا ما انا ندوي على امرابط ما يجيش وامرابط اخويا راه تيلعب فين كيلعب كيلعب واخا ما تيلعبش انا جبت لك دابا نقولك علاش تيلعب اريير غوش كاع بارفو كيدخلوا اريير غوش وكيهلكهم 600 مره كيهلكهم وبان بانه ما قدرش يجاري الايقاعات ديال الدوري الانجليزي 28 معاك بهادشي 28 اللي بغيتي تسمع انا معاك فيه 28 جوله في الدوري الانجليزي لعب منهم 14 الماتش منهم 7 اللي دخلت تشولير يعني كاملين نص فيهم كيدخل رومبلاس
وما كيلعبوش في البوست ديالو غندوزو حياتنا في البوست ديالو راه ما كانش مزيان حتى هي راه باش كازيميرو ونبقاو نضحكوا لا باش ما كانش كازيميرو ولعب ما كانش راه دوز شي ماتش ولا جوج مزيانين هو الغلط انا احتراماتي لسفيان غلط اللي دارو باش مانشستر يونايتد اي واحد يتمنى يلعب في مانشستر يونايتد ولكن باش يمشي لمانشستر وكاين هذيك اللعابه بحال اللي قلتي دفن راسو على دابا هو خصو شي تيق في لي كاليتي ديالو ويقول انا عندي بلاصه باش هو مدرب بلاتي بلاتي راه مدرب راه كان مع هذاك عارفو مزيان وبشوف واش هو في فيورنتينا واش هو في فيورنتينا ما كانش مزيان دابا ما هضرش كان على فيورنتينا زعما واش ما كانش عنده واش ما دار مشى للمشي واش كتشوفوا بانه المرابط يلعب قدر يلعب في مستوى اكبر من ديال فيورنتينا بلاتي 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 انا ما فهمتينيش انا معاكم راه انا معاكم بانه المستويات ديالو راه ميته في كان فيرونتينا كانوا باغينو فراقي بزاف كانوا باغينو روما كانوا باغينو بزاف هو الدوري اللي مشى ليه يمكن كان غلط ما بانش دابا انا دابا اسمع دابا انا انا مثلا انا اتاكو ياك غنمشي للراجا الراجا فيها بورزو كيماركي كل ماتش تقدر علاش غنمشي تتحدى بورزو وعندي عروض اخرى ولكن لك تيب ولكن راه مشيتي تما بورزو طالع عليا بزاف مشيتي تما راه ما تحديتيش راه بقيتي في النيفو ديالك فين ما تدخل ما تكونش اون فورم دابا امرابط دابا حيد هو دار غلط دابا امرابط شوف بالنسبه لي انا مرابط شوف انا ما نهضروش على ديك الهضره انت راه داك مسالي تا هو كازيميرو المهم بغى يلعب شوف انا مرابط هو سفيان لي كاليتي ديالو لي كاليتي ديالو بانوا بانه ما يقدرش يلعب في الدوري ما يقدرش يسير الايقاع ديال الدوري الانجليزي او ما يقدرش يسير لا بريسيون اللي كاينه في المان يونايتد يقدر يمشي فرقه اخرى يلعب يقدر شي في الدوري الانجليزي يقدر يمشي فرقه اخرى يلعب فرقه اصغر اقل شانا او اقل ضغطا يقدر يبان لك بواحد المستوى احسن وكان عندي سؤال اخر انا ما سوقيش في مانشستر ولكن اللي سور هو انه لا بدل البريمير ليغ غادي يكون مزيان انا ما سوقش في غادي الميساج اللي بغيتك انا سوق في المنتخب ولات عندنا بحال واحد الاعتقاد كبير على ان المنتخب ما يقدرش يمشي بلا 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 سفيان امرابط وليت انا كنسمع هاد القضيه لا راه امرابط ما كاينش بروفيل بحالو فين ما نشعل شي راديو نلقاه نسمع فين ما ندوز شي باش نسمعها لا احنا امرابط ما كاينش شي بروفيل لا لا علاش علاش عندنا في المغرب كاين في المغرب عندنا راه ماشي ضروري اصلا يكون عندي بروفيل بحال امرابط النجار و ماشي ضروري ماشي ضروري وما شوف هو عندي انا نبيل واش انا كمدرب خلي القيمه ديال الدوريات اللي كيلعبوا فيهم لاعبين ديالي انا كوليد الكريكي كنتفرج في الشامبيونه وعندي واحد التصور واحد التوجه ما يقدرش يبان لي بحال دابا سعيد راه يقدر يخدم لي في هذوك الخطط ديالي واخا كيلعب في السلي واخا كيلعب في المغرب فهمتيني اش بغيت نقول عطينا لا فيزيون ديالك ايه واخا كيلعب في المغرب فهمتيني واخا سوا ديزون تحاقرو فهمتيني لانه كيلعب في البطوله وما كيبانش لك بان هذاك اللاعب عنده دي كاليتي اللي تقدر تستافد منهم وغادي يعاونوك وانت محتاج ليهم ماشي بالضروره يكون كيلعب في مانشستر ولا يكون لعب في الافيس ولا كيلعب من زمان عندنا اخويا حنا ديما راه من زمان راه ديما حنا شاطيو الاسباقيه اللعابه اللي على برا راك عطي مثال مثلا كون كان حريم دابا تيلعب في بيس فان دوفن كون كان ما سون ديسكوشن هذا النيفو ماشي غير دابا مع العلم على ان الجيش مع المغربين قبال مع العلم على ان الجيش هو زعيم المغرب ومن الاولين في الشامبيون هذه قبال من الركراكي كانت فرقه كبيره راه الجيش الملكي هي الجيش الملكي ولكن هو قال لك ما كيلعبوش الشامبيونز ليغ ما نجيبش كان واضح احنا ما عرفناش واش كيجيب كيجيب الفراقي ولا كيجيب اللعابه ما عرفتش يلعبوا هادو ديال اوروبا تيلعبوا شامبيونز ليغ هادو قول لي وتخرجنا انا ما كيلعبوش ما كاينش لعبه ما تيلعبوا شوف انا الميليو بان ليا شوف انا الميليو بان ليا مزيان ولا حيتاش اوروبا احسن منه شوف انا نبيل ولا حيتش هو عايش معاهم تما مع لا كوميونيتي فرونسيز نبيل مع ام سي ومع كانال بلس ومع هادوك نتوما دووا معايا انا معاك واش اللي كاين انا بالي اخويا حمزه الميليو مزيانه حاريت اللي تظلم شويه حاريت تظلم بزاف حتى حاريت راه الباترون ديال هادو واش بصح واش بصح هاد القضيه ديال ان حاريت ما جابوش المنتخب واللي اختيار غريب لانه كيدير مستويات مزيانه على قبل النمره 10 على قبل النمره 10 وباينه وشنو باش يعطيو لدياز وراه عطاوها لدياز ومدرب يمكن ما قادرش يجيري هذاك ونجيب حارس ونعطيه 14 عادي ندوي مع حارس كاع نمشي عنده وانا امين ونقول له فوالا راه كاين هذا وكاين حارس واش غيرضى حارس يرضى حارس كبير على النمره ومضريب حارس كبير على نمره امين حارس كبير على نمره
شفتوني وي امين كيلعب العشرة ماشي كيلبس العشرة ش عندك وسط التيران فهمتيني اش بغيت نقول لك مع العلم على ان دياز راه سوبر جوار سوبر جوار سوبر جوار سوبر جوار احنا كنا كندويو على قلة قلة التواصل قلة احترام وقلة منطق وانا جايب واحد كيبلك في البونتوش الحاريت وما كنجيبش الباترون كنجيبش حاريت على اولاحي كوميم الدراري واش انا مزيان هما اللي تيفهموا حاريت من لعب 22 ماتش من 25 بوسيبل ماركي بيت وحط جبيوت هادشي في الشامبيون ديال فرنسا وفي اليوفا لعب 9 ماتشات ماركي بيت وحط 6 ديال لي باس ديسيزيف وناحي لعب 16 الماتش 13 منهم اساسي من 25 ماتش ماركي جبيوت ما حطش حتى باس دونك هنا كيبان بان الاعتماد اكثر كاين في مارسي على حارس ولي كيتفرج مع الدراري كنظن كيتفرجوا راه كيبان ان حارس عنده واحد لامباكت كبير على الكوتي اوفونسيف ديال اولمبيك مارسي ولكن للاسف هو ما كاينش في اللائحه ديال ركراكي دياز كيف ما كلوبو ركراكي ولا بعض المرات كلوبو الجميع على شي حويجات احنا ماشي هنا نكاره وبيسور خصنا نشيدوا بالمجهود الكبير ديال الفيدراسيون اللي دار في الدوسي اللي دار في الدوسي ونصفق برافو برافو شتي لعب اللي يستاهل سوبر لعب سوبر اي اللي كاينه كاينه درتي مجهودات خصك تشكر عليها وخصنا نهضروا عليها وخص نديروها اون فالو عندنا من ديما اللعابه الواعرين راه المشكله في التوظيف ديالهم احنا وفي الخطط اللي باش كيلعبوا مصيبه وانت دخلتي الشكلي في العكلي انا دويت على المجهود ديالك كاش تمشي لعاب اللي كاين راه ديما عندنا اللعابه انا لعاب بحال دياز واش دياز كبر بالمنتخب بيسور باش يكبر بالمنتخب حتى كامل عارفينه وبالتالي فجي عطيه ال21 وخليه يجي ماشي ضروري غير يجي خصنا نعطيه العشرة وندير به الاشهار لا راه خصو يجي اول حاجه خصو يعرف انه جاي المنتخب كبير شوني راه كبير اه وماشي غيجي غيلعب علينا العشرة نشوفوا من الاول قلتولي غاشي غتلعب على العشرة هاك توني عشرة حاري تصير صافي راه جا دياز هاك حاري تصير بحالك ما يمكنش ماشي هذا التعامل ما تنساش زياش وما تنساش ما كاين زياش راه عندنا لعابه اخرين سوبر وي وحكيمي راه سوبر على دياز اوكي باش تكونوا فاهمين وي راه دياز اه فرحانين ولكن راه حكيمي راه واعر على دياز كقيمه بيان سور ماشي نفس البوست كدوي على لا فالور زياش لعب سوبر وخليه هنا تبارك الله كاينين تبارك الله حنا ماشي واخا الميليو تيرا هو هذا دوينا على خنوز دوينا على هذا دوينا على هذا داكشي ديال اونابي كنظن ما مفهومش كنظن خصنا توضيح ما مفهومش و اونتر بارونتيز و 27 واحد داخله مع طارق اونتر علاش اه وانت كتف الاخر كدي 18 علاش انت عندك 10 هنا اونتر بارونتيز عندك 10 تزيد عليهم الزلزولي تمايا وزيد عليهم ابراهيم صالح وزيد عليهم بوشواري بحال هادو كاملين عند بوشواري عندك تما عيطت على بن طيب وعيطت على ايجامان وعيطت على مبارك اللي كيديروا مستويات كبيره في البطوله واش غديهم ولا درتي لهم خاطرهم ولا شديتي لي تيتولير لو ساتور عطيتيه للركراكي بلا تسمعت تمشى مع الركراكي جبتي انت دوك اللعابه اللي مزيانين من البطوله ومن دوريات اخرين باش يديروا معاك لي تريف اللي بقاو قبل من اولمبياد ومن اللي قرب الاولمبياد تحيدهم وجيب ديال الركراكي هادشي اللي بان لي غير وتخلي شي وحدين معاك من تما تخلي هذوك الساوله هذوك اه بزاف راه عرفتي شحال عندك هو عندك وحيد واحد كان مزيان انا اسمح لي حمزه القاطه كيبان لي ضاليت اللي دار وليد محال يمشيو مع طارق انا نقول لك المزيانين في الاولمبيين يقدر هذوك الثلاثه اللي قلتي راه لو ساتور ديال راه لو ساتور ديال الاولمبي الله يهديك راه عندك في الاولمبي عندك بعدا الكول عندك بالعروش عندك ولا غيكون عندك بو كامل هذاك وليت يلعب حدا شادي رياض كل العمراوي عندك العمراوي عندك وحيدي وحيدي عندك كيشطه خليني نمشي عاد بوشواري عاد بوش بنجامين بوشواري عند ابراهيم صالح عاد باش عاد باش الزلزولي عاد باش ايجامان عاد باش وزان عاد باش عاد باش مبارك عاد باش بن طيب ديال توارقه شو شحال حسبت لكم الدراري شحال تحيد فيهم هادو حيت في الاخر بيسولو ساتشو راه هو خنوس وهو العزوزي وهو ريتشاردسون وشادي رياض خليهم السكيتي وهو يعرف شكون اللي ميريتا ونعرفوا من دابا شكون اللي غادي بيان سور لا ليست خصها تبان ما نحكموش عليه مي خصها تبان الملامح ديالي يبانو دابا الملامح ديال لا ليست اللي غتمشي لباري مع سكيتي هو ما بينيهاش وما عندو حيت 50 و 60% اللي خصها تمشي
وطريقه اللعب ما بينه امشيو تما عاوتاني اش غندير واخا لالي داتاك لالي داتاك حكيم زياش ما ندويوش واخا واخا كومبيتيسيون اون بو كومبيتيسيون مي ما غندويوش لان كيبقى زياش ماشي كم ماشي هو صراحه هو وناحي معمرهم تاثروا بقلة التنافسيه ديالو سورتو ملي كيجيو سورتو ملي كيجيو ليكيب ناسيونال فوالا الدراري راه شوفوا واش كيكون شي واحد واخا ما لاعبش يكون مزيان يكون مزيان مع الملك ما كيدويوش عليه حتى المهم عندي هو تكون مزيان ميم ملي كتكون ناقص وانت ما لاعبش غندوي عليك وغنجيب لك الماتشات اللي ما لاعبهمش زياش ما ندويوش الياس اخو ماش هذا الدري هذا راه كان خصو يمشي لكوب دافريك اخبارك اين كوب دافريك هذه اللي مشينا لها دابا علاش والله الياس اخو ماش انا بوغ ما كان ممكن يعتمد عليه الركراكي كيعجبك كيعجبني وكيدير مستويات كبير لا واخا ما عمرش شفتو انا واخا حط جوج باسات ماركي بيش كيلعب مع بارابور لو نيفو ديال الزلزولي هاد العام كان يمشي هو يا بلاصه الزلزولي الياس العام انت متفق مع لو شو ديالو انا ماشي متفق مع لو شو ديالو هو انا قلت لك راه كانت معطيه معطيه وعود على انه يكون في ليكيب بريمير لانه راه قلت لك علاش من الاول بقيتي عاقل وبوغ موا انا سي ان بون جوور الياس اخو ماش ربح حتى هو المنتخب الوطني اخو ماش وليني كان خصنا نخليوه كان خصنا نخليوه السكيتي ونعيطوا على باطنا اخو ماش اللي في ريال لعب 23 ماتش 12 منهم اساسي من 28 بوسيبل ماركي بيت وحط جوج باصات باتنا لعب 23 ماتش ماركي 10 حط سعود ديال لي باس ديسيزيف مع الفتح السعودي ارقام كبيره كبيره بزاف ولعب كبير ولعب كبير حنا عارفين لو بوا ديال باتنا غادي نمشيو الكعبي ما غندويوش يستاهل كعبي مزيان نصيري حتى هو ما غندويوش واخا ملي امتى غادي نعطيو ملاحظات على سيرتو النصيري ملي حتى هو ما عرفت علاش ما كاينش حتى هو طريق كيدير مستويات كبيره واجب سعيد شديره حتى هو وليد حتى هو تي ماركي شديره هذا العام بلاص الياس هاد بنت صغير هذا حيت واحد عامين كان مزيان مع موناكو وكان كيماركي وفاش كنا عيطنا ليه ما بغاش يجي يلعب معنا ودابا حتى شنو راه لي كريتير الدراري شنو هما المعايير لعب باش لعب في اون ايكيب ناسيونال لعب هذا العام 8 الماتشات ماتش منهم واحد اللي دخل فيه تيتولير من 25 ماتش وماركي بيت واحد صافي خصنا نديو حنا باش ما تاخذوش لنا فرنسا دابا هذا علاش جايبينو صافي علاش ما تخليوش السكيتيوي يمشي يجربوا تما مع اللي قدو مع اللي بحالو في النيفو ونخلي ما لعبش هذا الزلزولي تما كلشي لعاب لي يستاهل وحيتي الزلزولي اللي كان معك في كوب دافريك شنو بغيت نقول لك نجيب انا الزلزولي يا الله وما الزلزول ما باغي يجيب لا بات لا والو الله ما الزلزولي ها في الفكر ديالك ما يمكنش واحد ماركي بيت لعب ماتش واحد تيتولير عام ترى تخربيق هو صاحبي ما كاين خربق شي واش يخافوا لي يديهم المنتخبات الاخرين ولا ولا تفكروا المستقبل ديال ليكيب ناسيونال ما فهمتش هاد الهضره خاويه هادشي اللي بان ليا كلشي باقي صغير هاو تشوف لعاب ما لعبش ماتش واحد وتيمشي يمشي تجيب انا داك المرابط نمشي نشيف نمشي نجيب سفيان لا سفيان نمشي نجيب نور الدين نمشي نور الدين للمرابط راه في اليونان راه داير ماتش راه داير 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 عام واعر اسعد واه على نور الدين مرابط والله حتى داير عام واعر في اليونان صافي و ترى قلت لك انا ما عنديش مشكل ندي كوب دافريك ب 1000 عام مويان داج ديال 1000 عام اخويا نبيل ماشي هادشي ديال المستقبل وبداو تضحكوا عليا انا والله ما تضحكوا عليا والله ما تدخوا عليا بهاد الهضره انا هادي ديال المستقبل وهذاك الشيء والاولمبي ما تدخوش عليا انا بهذا الشيء عليك دابا انت بهاد الهضره انا ماشي هو انا قلت لك دابا انا ماشي اللي ضغطت عليك انا قلت لك دابا على هاد الحساب ماشي انت اخويا سعيد انا راه فهمني فين كندوي في بلايص اخرى وهذا الشيء اللي بغيت نقول لك يا حمزه انا ما ضحكتش عليك قلت لك على هاد الحساب الدراري فين جيب واحد لاعب من 25 ماتش لعب واحد واش كما قلت لك واش خايفين اللي يديو الفراق الاخرين المنتخب الاخر ولا موجدين المستقبل ديال المغرب زعما شنو وكيما خصك توجد عندي في ليكيب ا راه هو المشكل توجد واحد ما تيلعبش او ليكيب ا خصك تكون واجد هي هذه ليكيب ا انا برافو انا برافو جوج يستاهلوا جوج يستاهلوا برافو عليك هذا هو جوج فهاد لاطاك انا جوج فهاد لاطاك اللي يستاهلوا يكونوا في ليكيب ناسيونال ثلاثه ثلاثه هنايا بعدا لا انا عجبني سفيان وايوب كعبي
هادو اللعابه اللي مبينين كل ماتش. برافو انا عندي كل ماتش تحفظ على النصيري بحالو الصراحه. انا جوجي استالو انا اللي تنقول في بالي الرحيمي والكعبي. علاش الكعبي كل ماتش شي ماركي النصيري كل ماتش كل ماتش على شي الاحصائيه ديال الكعبي تبارك الله كي ماركي كي ماركي. الرحيمي بلا ما نهضروا عليه حتى هو راه مش حال هادي هو تيقدم مستويات كبيره. زياش ما نهضروش علاش نعرفو. اما عدلي حتى هو راه ما عجبنيش كوب دافريك بحالي بحالك. الدراري راه جاي من حاله حزن الدراري. ما كانش يجي ياك هادي مزيانه ما كانش يجي هو دابا دخل شي مواضيع ناخذوا غنبانوا حنايا بحال لا باش انا فكرتكم عزيز علينا الدري. والله الا فكرتكم والله الله يرحم الوالد ديالو. وبغيت نفكركم بالاداء ديالو قبل من لاكوب دافريك. كلشي كلشي كيتسنى يجي تبارك الله. وراه ولينا كندويو عليه لعاب مع 11 عدلي. راه المشكل في لونتينور اللي دخلوا في ماتش كبير بحال ديال جنوب افريقيا راه ماشي فيه هو راه هادشي كامل اللي تندويو عليه حنايا خويا. راه قلتها لك انا بي المشكل في كاسيتي حيت جام دخل لعابه. هذا المشكل في طريقه اللعب كما قال نبي. هذا المشكل في طريقه اللعب. عندنا مشكل في طريقه اللعب كامله اش ما نتو الاخر كيعرف يدافع كيعرف يدافع دياز مشي دياز دابا والرحيمي عرفناهم حنا من المستويات ديالهم الاخر لا مع مدريد لا مع العين. كتعرف باش تعرف فين تحطهم. برافو عليك سعيد. ماشي انا تجيب لي احتراماتي ديك الكوتش ماشي تجيب لينا رحيمي ديرو في واحد البلاصه اللي ما مرتاحش فيها ودياسه البلاصه اللي ما يقدرش يعطيك فيها. واش فهمتي يلعبوا في بلاصتهم اللي خاصهم يلعبوا. وديك الساعه حنا كجمهور وكمغاربه غادي نشوفوا واخا دابا نديكلونشيو واخا نتقاتلوا ندخلوا ثاني. بغينا نشوفوا الكره بغينا نشوفوا شي حاجه جديده بغينا نشوفوا لا تكتيك بغينا نشوفوا صناعه اللعب من الوراء. وعدنا وعدنا عندنا لعابه واعرين نبيل عندنا لعابه واعرين. عندي سؤال راح نشوف فهاد العباد والله الا بصح دابا مثلا ناخذوا ليكزومبل ديال دياز ابراهيم دياز واحد من نجوم ديال ريال مدريد واللي قدر يفرض راسه حدا بيلينغام وفينيسيوس برافو عليه. ولعب في السيتي لعب في لاسيميلو يعني حتى ميلان لي زيكسبيريونس اللي دوز لي زيكسبيريونس كبار ماشي تخربيق باش رجع لمدريد دار بلاصتو في مدريد. راك تريلي على اليدين ديال واحد من العباقره ديال الكره اللي هو انشيلوتي يعني تاكتيسيان كبير. اتونسيون اخويا الكريك تجي تقول لي ربح على قبل قلوب المغاربه راه ما كيعرف لا قلوب المغاربه لا والو راه خصك سير خدام النيفو يطلع شويه تاكتيكمون راه كيلعب حدا مودريتش وكيلعب حدا توني كروس وكيلعب حدا بيلينغهام جيو يديروك شي درس ديال التاكتيك فيه شي 7 ايام ماشي. انا شوف انا نقاطعك نبيل هو نعطيك ما هما واحد ثلاثه بعدا لا تفهم راه مشكل ما بين اوناحي ودياز وزياش لعبة الاكسبيريونس حريمية في الكرة ديالهم وسيرتو هذاك دياز وناحي راه يدخلوا بها حتى للكار الا بغا. اول واحد الحاجة راه دياز راه ما عزيزش عليه داك الشيء ديال ايفيكاس ايفيكاس راه كيعرف ولكن يجاوبك لا يجاوبك هو راه سريع تبارك الله سريع. شفت يا حمزة هو راه ماشي داك الشيء ديال عرفتي هو شنو عطاني باس انا دزت وجمت انا راه تفهمو عرفتي ولا ما جاوبتيش على داكشي علاش كيلعب في مدريد اه حيت ما عندوش داك التعطال اللي عزيز علينا حنا اللي كنا وين زوين عرفتي رجع لي ودار طالون. ما فهمتينيش بغيت نقول لك زعما راه زياش راه يطلب راه يعطي لي قدامه صح نمرو اوتش على زياش على بلاتي على زياش صافي وبلاتي نبقاو عاقلين على حياتنا ولكن ولكن زياش لا طلب دياز ما يلقاش قدامه مع زياش يلقاه بالسرعه اللي بغيت نقول لك انا زياش من اللعابه اللي يقطع دينير باس يخرجك بوحدك وعطاهم فهاد كوب دافريك وفهاد كوب ديمون حتى انا علاش قلت لك يكون مزيان ان شاء الله. كنت من الطاقم التقني الشهد شويه غنمشيو لافير رحيمي باش نختموا بها لان كنظن صافي دويلي على كل شيء. رحيمي خلينا هو الاخر باش نهضروا عليه. الغليظ هو انت الغليظ رحيمي الواعر هضرنا عليه شحال هادي مسكين الغليظ من فوق مسكين الغليظ الغليظ اش يضرب الشبك الغليظ لا ما غليظ شحال هادي هضرنا عليه خاصو يكون والحمد لله خينا في لاليست دابا. ولكن حاجه وحده اللي باغي ما بغيتش انا الرحيمي جذب ليكيب ناسيونال ونشوفوا لعب 10 دقائق باش نحكموا عليه. ويسمح لي اي واحد ويسمح لي لا كوتش لهاد الهضره هادي عطيه الفرصه ديالو
شنو هي الفرصه ديالو؟ يلعب. شرح لي شنو هي الفرصه. يلعب ماتش كامل ولا نشوفوا رحيم يلعب من الاول. ثقه خصو يعطيه ثقه. ثقه ويلعب من الاول. انتيغري انتيغري نشوفوه. مش نرجع لرحيم اللعابه كاملين اللي جاو. اللاعب اللي تجيبو وعارفو يقدر يعطيك الاضافه ليكيب ناسيونال جيبو. ماشي الرحيم راه في الديف ديال كاس اسيا وكان شحال اللي يكون في ليكيب ناسيونال ويجي بلاتي اخويا حمزه ويجي ويجي ويكون بالي الرحيم مريح بونشوشا 10 دقائق تقول لي الرحيم يدخل في هذه راه دري بغيت نقول لك ويجي وفي ماتش عتي وباش مزير اللي كل سين ميت انا شرح لي انا شرح انا شوف انا باغي بحال هكا وغيدير شي كره وغيضرب الفوق وغيطلع شي واحد في شي راديو ويقول له وراه طلع ودار ديك الكره لا لا ولكن انت راه قايل ترجع لينا انا باش خرجنا رحيم باش دخلنا رحيم باش ولكن هو ما شافش بوفال ما دار والو ما شاف السياش ما دار والو ولكن بلاتي بلاتي نبيل علاش قلت هاد الهضره نبيل علاش قلت هاد الهضره باش حتى هو يسد الفم من المغاربه اللي كان كلشي يقول باغي الرحيمي وفهمني او باش الرحيم يعطي السيد في ماتش مزيان ملعب مزيانين ودخلوا والاربي يحكموا برافو عليك مشيت حمزه ونر يلا انا صراحه جيت سعيد للتواجد ديال سفيان لانه دري كومبونسا على المجهودات اللي كيدير صراحه من شحال هادي هو كيستحق وعنده مكانه في ليكيب ناسيونال كنتمنى ان شاء الله كيف ما قال سعيد على انه تعطاه اون شانس ديالو كامله باش يبين على البوتنسيال ديالو ويبين على الاستحقاق ديالو لهاد البلاصه هادي وكنتمنوا ليه الخير كنتمنى الخير ان شاء الله لا هو لا جميع اللاعبين اللي فيه. اللي كنتمنى واللي خيف منها واللي كنتمنى انها ما تكونش وغندير عليها شويه ديال الضوء الاحمر هي ما بغيناش نحسوا برحيمي بحال شي ستاجير جاي خصو يبين شي حاجه قانين ليه اه بحال خصو يبين شي حاجه انه مطالب يبين شي حاجه باش يشد بلاصه لا رحيمي لعاب اللي كنظن اجتهد على ديك البلاصه وصل اجتهد وصل لها خصو يدخل خصو يتانتيغرا ما تعودوش لينا لافير ديال الحمد لله ديال ان المغرب كامل كامل كيطالب به دخلتي في واحد الوقيتات ودابا الحمد لله خصو يكون كان خصو يكون بيان سور خصو يكون علاش عندك حسن الحمد لله دابا الله يسهل عليك ما كاينش بحال عبد ما كاينش بحال عبد الرزاق والله ما كاين والله ما كاين ولكن علاش ساكتين ساكتين لانه ما قلعش في كوب دي موند كونوا صرحاء واش راك تكذب حيت ما قلعش كوب دي موند عطاكم واحد اللي قلع في كوب دي موند هو يوسف نصيري ما قلعش ديرها ما قد ابو خلال راه دخل مارك هذاك البيت ديال بلجيكا تا هو راه ما دار والو دابا هو عطاكم واحد اللي قلع الحمد لله كان مطلب كان بحال رحيمي دابا ما بغيتش شي تعود داكشي اش كنقولوا واش ما كان مطلب واش ما كانش كيدخل لا كان كيسهل ملي دخل كان كيدخلوا 10 دقائق هذيك اللي دوي عليها شويه فتاح دخل 10 دقائق زقل شي كويرات موراها صافي اذا كاين شي سابوطاج لولاد البلاد انا ما كنقول سابوطاج غير نبدلو كيفيه التعامل رحيم يجي ندخلو رحيم يخصو يكون بحال زياش بحال 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 اناحي بحال لا يدخل هي من ناحيه المنتخب ديالو هي من ناحيه الاجواء من ناحيه الاجواء اخويا حمزه ما بغيتوش نحس بيه مطالب بشي حاجه الاجواء بين اللاعبين فهمتي بحال الخوت بحال الخوت فهمتيني تنهضر مع بونو وانا الدراري فهمتي صحابي بحال الخوت فهمتيني وما عادي هي تتبقى القرار ديال المدرب فهمتيني كما قلتي نبيل مشي لعب والشعب كامل تيهضر عطيه الفرصه ديالو وخليه الشعب يحكموا عليه حتى حنايا انا نقول لكم الدري وبالامكان اللي يعطيك الاضافه خاص حنا في ليكيب ناسيونال تنديروا كل شيء تنلعبوا تنوصلوا حتى للبوطو ولكن ما عندناش هذيك الفينيسيو هذا الدري عنده عنده ضروات اكوش يقدر مارك ليك بلا ضروات يقدر مارك بلا كو ستري حريمي في الكره ديالو كما عنده فينيسيو صافي ونتمنى وليد توفيق راه كنوصلوا للبوطو ما تنماركيوش وكتوصل للبوطو انا وكتمارك علينا السي سعيد بزاف ديال الحوايج الله يرحم لكم والدين خصني نشوف فرقة أنا خصني نشوف طريقة اللعب خصني نشوف تحسن في طريقة اللعب خصني نشوف تحسن في طريقة الخروج بالكرة خصني نشوف صناعة اللعب نشوف واش نحكموا عليه مورا الماتشات اللي جايين وهذا الماتش هذا خصني نشوف واش على كوب دافريكا حمزة نشوف يلا أنا خارج من واحد خيبة أمل كبيرة باش غادي تجاوبني أنا وخصني نشوف واحد الأداء راقي وي وكان شي يشوفوا في أنغولا وموريتانيا خصني نشوف مع فراقي اللي دازوا تا هما بجوج وتقصاو تا هما بالدوزيام تور بجوجهم تقساو من دوزيام تور بحالنا بحال عندنا لو ميم نيفو حنا يعني ثلاثة يعني ملاعبين ماشي كاليبر ثلاثة وعلاش مشينا اختارينا الجروب ديال الجزائر الله أعلم ما عارفش شنو زعما واش بغينا نقولوا لراسنا إلا مشينا ربحنا هادو زعما حنا راه أحسن من الآخرين
وحنا علاش نقارنوا راسنا مع فرقه ضعيفه؟ الجزائر ضعيفه. فهمني يا خويا نبيل، فهمتك. كندوي معاك انا، راه هادشي ما بقاش ولا غيسطيني. بحال كنبعدوا شويه على الكوره. ولينا تنبعدوا على الكوره نبيل، برافو عليك. صافي بلا ما تدخلني في شي حوايج اخرى. ورمضان كريم. رمضان كريم، بارك عليك. يلا راه فاطري في السبيت حنا اليوم. فاطري في السبيت. شكرا سعيد. شكرا خويا نبيل. شكرا خويا حمزه. اشرف العشرين نموتوا عليكم. عندك شو ودن مبارك سعيد. هذا الفكر ولا كيجي بحال السيجار ديال والله يلعيت ديال الروز مع تقضي عليا رمضان. لا تقضي عليا رمضان. كيبان كتبان. والله تقضي عليا انت قبل رمضان كنت مقضي عليك زعما. سير سير الفقيه سير خويا عبد الله. شكرا. شكرا نبيل. شكرا سعيد. مولاي اشرف. الاخوان سمحوا لينا في هذا رمضان هدايا، بدينا تنغوتوا شويه تحمس. لا عادي عادي. كي جاتكم الطاقيه؟ مزيان والله. البلي خاص كتكحل عيني. بدرهم من قطر شريتي؟ بدرهم في قطر والله العظيم. والله العظيم ماشي درهم. اشهار هذا ديال ديال الهلو ديال السودان. الله يلا السودان الجديد. شهر ديال النيل هذا. كاين النيل. يلا كيف غير كبدك الفلوكه. وكاين زعما كاين اسوان. شكرا سعيد. شكرا خويا حمزه العشرين. فطوركم لا غيكونوا كيتسحروا دابا باش تتلحب على 11 ان شاء الله. سحوركم مبروك ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه. رمضان مبارك. تشاو. سعيد فتاح. يا سلام. نبيل بالشقرون. يا سلام. حمزة بورصو. يا سلام. بودكاست في 90. انتهى الكلام.